خليني اروح مع حضرتك واستعداداتنا دلوقتي كاس العالم للانديه والرؤيه كده بالنسبه لحضرتك كابتن ايهاب، شايفها ازاي؟ مبشره في امل ان انا كمان اصعد لممكن تاني مش ابقى تالي، يعني خليني اعرف. بصي حضرتك، هو كاس العالم طبعا تبقى لعيب الانديه اللي جايه بتلعب في كاس العالم انديه كبيره جدا، بطل اوروبا، بطل امريكا اللاتينيه، بطل اسيا، بطل افريقيا، فطبعا انت بتلعب يعني فرق ابطال زيك بالظبط، فمش اقل منك. بالعكس ده ممكن يكونوا يعني بطل امريكا اللاتينيه، بطل اوروبا، فناس ناس يعني على مستوى تاني خالص من الـ من الـ من الكوره او من اي حاجه، فانت لازم استعدادك لازم يكون على قد المستوى، على قد الحدث. فطبعا احنا السنه اللي فاتت او الكاس العالم اللي فات احنا طلعنا ثالث، وده كانت نتيجه ايجابيه جدا، وانا شايف ان عملنا مباريات كويسه جدا وكسبنا فرق كويسه جدا، غير طبعا ما كنا بنلعب مع بايرن ميونخ، طبعا يعني عادي جدا طبيعي جدا ما فيش مشكله خالص، انما احنا ادينا برده بشكل كويس، يعني النادي الاهلي ادى بشكل كويس، والنادي الاهلي من ساعه ما بيروح كاس عالم في الانديه بصراحه يعني بيبقى مميز جدا، بيبقى على قد الحدث، على قد ان هو بطل افريقيا، لان مهم جدا انك انت بطل افريقيا ما تبقاش شكلك ما بيبقاش وحش، لانك انت برضو فرقه كبيره ليها اسم كبير في العالم كله، مش في الشرق الاوسط او في افريقيا او في مصر بس، انما انا شايف النادي الاهلي لما بيروح كاس العالم استعداده بيبقى كويس جدا، الاستعداد بتبقى كل الناس بتساند، كل الناس بتبقى واقفه جنب الفريق. انا شايف ان شاء الله كاس العالم اللي جاي هتبقى برضو بالصفقات اللي اتعملت هتبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي، انا شايف كده يعني. رائع جدا.